طيب كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي زي ما تعودنا في لقاءات يوم الحب بأن شعارنا هو الحب. بنقول لقد بدأ وجودنا في الحب، فالنفخة من روح الله لتهب آدم الحياة كانت قمة الحب، واستمرار وجودنا أيضا لا يتحقق إلا بالحب. كنا بنتكلم على العلاجات النفسية التحليلية الجديدة، وقلنا ان الناس دول او المجموعه دي بيسموا نفسهم الفرويديون الجدد، يعني تلامذة فرويد بس المطورين يعني، وبيركزوا على علاج الانا، وبيقولوا انه ده اسمه ايجو سايكولوجي او بمدارس الايجو سايكوثيرابي. والانا بتتفاعل مع الاشخاص بالوظائف بتاعتها، يعني المسألة كلها تقريبا انتربيرسونال، ما هياش انترابيرسونال زي ما كان فرويد في التحليل النفسي العميق اللي كان بيعمله، واللي كان بيركز فيه على العلاقة بين اللي هو والأنا الأعلى والأنا. وبيقولوا انه الأنا هي بتعمل او هي صاحبة القدرة على التصرف، على التكيف والسيطرة، وانه لها دوافع اجتماعية في الاساس، وبيهملوا الجزء بتاع اهمية الهوى واهمية مطالب الانا الاعلى، وبيركزوا اساسا على مطالب الواقع، على اساس انهم بيعتبروا الانا في علاقتهم بالواقع الاجتماعي الخارجي. طبعا من اول الناس دول ويعتبر من الرواد بتوعهم ألفريد أدلر. كنا بدأنا ناخد فكرة عن حياة أدلر، لأنه زي ما قلنا أي نظرية لابد إن احنا نشوف الظروف اللي نشأت فيها والشخص اللي عمل هذه النظرية والإحباطات والنجاحات اللي حققها وتأثير هذه الإحباطات والنجاحات على النظرية اللي هو وضعها. وده الحقيقة واضح جدا في ألفريد أدلر. فإحنا عارفين إن هو أصيب بالكساح في الطفولة بتاعته، اللي هو مرض لين العظام يعني، وجاله تعب في الرئتين، كان على وشك انه يموت، وقرر من صغره انه يصبح طبيب ليحارب الموت. ولو فاكرين المرة اللي فاتت واحنا بنتكلم عن الذكريات الاولى للشخص، فهو قدم من ذكرياته الاولى انه كان عايز يبقى طبيب، وانه ده هدف نهائي له من الاهداف بتاعته. وفعلا بعد كده بقى فعلا طبيب، خرج من جامعة فيينا ببكالوريوس طب سنة 1895، ودي هي السنة اللي قلت لكم نشر فيها فرويد وبروير الأوراق عن مرض الهستيريا أو أبحاثهم عن مرض الهستيريا. اشتغل طبيب عيون شوية، وبعدين طبيب عام شوية، وبعدين اشتغل في الطب النفسي، وانضم لجماعة التحليل النفسي، وفي سنة 1910 بقى رئيس جمعية التحليل النفسي. وبعدين بعدها بسنة واحدة اختلف مع فرويد وانفصل عنه عشان يعمل مجموعة علم النفس الفرد اللي هو أنشأها، وبدأ يعمل مدرسة دراسية، يعني أصول دراسية تجريبية عشان يطبق فيها نظرياته بالتربية، وبيركز على مشاعر العجز والنقص وما يرتبط بها من عدوان، وأهمية هذا العدوان وهذا العجز والنقص لتحقيق الذات. وبيقول طبعا ان الأنا هي اكثر فاعلية، وانها تحقق التكيف من خلال الأهداف الاجتماعية التي يضعها الشخص. وطبعا بما انه قال الكلام ده وعمل مدرسة تجريبية وبدأ يشتغل على الأطفال، فطبعا لفت انتباه المربين واللي بيشتغلوا في المجال في اوروبا او في امريكا على حد سواء. المفاهيم الاساسيه بتاعته بيقول اساسا او بيقول مقوله ان الانسان خلق ومسؤول وملائم للتحرك نحو اهداف خياليه، والاهداف الخياليه دي احنا هنشوفها النهارده بوضوح، انه الانسان عنده نمط حياه محبط بسبب الشعور بالنقص. وهنا لما بيقول بسبب الشعور بالنقص، احنا هنفهم الشعور بالنقص بعد كده، يعني هو صحيح كان عنده نقص في طفولته،
لكن احنا النهارده هنفهم الشعور بالنقص بمعنى اوسع من كده بكتير. وبيوضع مفاهيم اساسيه للنظريه بتاعته او للمدرسه العلاجيه بتاعته. قال ان كل واحد بيبقى له اهداف نهائيه، والاهداف دي بتبقى اختياريه، بيخترعها بنفسه وبيتخيلها بنفسه وبيديها قيمه بانه هي دي اللي هتحقق وجوده في هذا العالم. وبعدين بيبتدي يكافح في سبيل التفوق على عقد النقص اللي عنده، وبيحاول يعمل تعويض لمشاعر النقص. طبعا احنا عارفين حيلة التعويض، يعني ان اي حد عنده حاجة بيحاول يتغلب عليها بانه يعمل تقوية عشان يتغلب عليها. وعارفين طبعا الناس اللي بيبقى عندهم في طفولتهم احساس بالضعف، وبعدين بعد كده يروح يلعب كمان اجسام ولا رفع اثقال، ويبقى بيشيل اثقل الاوزان عشان يعوض احساسه بالضعف. والاهتمام الاجتماعي هو اللي بيحرك الانسان وبيخليه مثالي ومتكامل، اللي هو دكتور محمود يعني التبادل. وبيقول ان اسلوب نمط الحياه اللي بيعيشه الفرد وازاي بيتعامل مع الحياه ده بيساعد في انه يصل الى الاهداف النهائيه بتاعته. شخص ذات خلاقه، هذه الذات الخلاقه تخليه يبتكر اسلوب خاص بيه جدا، واسلوب متفرد خاص بكل شخص، وده بيعمله من خلال الخبرات اللي اكتسبها. وإذا الخبرات دي ما كانش مر بيها حقيقة من الخيال بتاعه عشان يحقق فيها اللي هو عايزه. وبيقول إن كل شخصية متفردة ومفيش شخصية تشبه الأخرى، وإن كل شخص له الصفات المميزة له والاهتمامات والقيم الخاصة بيه. وكل فعل بيصدر عن أي شخص بيحمل الطابع المميز له في الحياة. وحياة الفرد النفسية بتتحدد طبقا للغاية أو الأهداف النهائية اللي هو عاملها لنفسه. والنظرية بتاعته في المرضى النفسية بيشوف إن الشخصيات المريضة هم دول الأشخاص اللي أصبحوا محبطين من أنهم لم يصلوا إلى مكانة اجتماعية مرتفعة. يعني معنى كده بنظر أدلر إنه أي شخص أصبح في مكانة اجتماعية مرتفعة وحقق وجوده الاجتماعي، إذن هو شخص شخص طبيعي. يعني ده من خلال رؤيته أو نظريته في المرضى النفسي. وبدأ يقول إنه كل أسرة بيبقى فيها، أو بعض الأسر بيبقى فيها تنافس عالي قوي، أو بتنمي عدم الثقة بشكل شديد جدا في الشخص أو في الطفل يعني، أو بتهمل الأطفال زيادة عن اللزوم. وطبعا احنا بنشوف النماذج دي يا جماعة في مجتمعنا بشكل بشع جدا. يعني لما تجيني واحدة ومتجوزة وبائسة وعندها اكتئاب وعندها 3-4 أطفال ولا 7 أطفال أحيانا، وبعدين أسألها عن ترتيبها في إخواتها، ألاقي ترتيبها الثامنة وبعدها 2-3 كمان، يعني في 11 فرد أسرة. يعني دي هتاخد رعاية ازاي ولا تاخد اهتمام ازاي؟ فدي اكيد عانت من الاهمال. وعشان كده دي اهمية ان احنا نتابع ترتيب الفرد في اسرته وكم عددها وكانت التفاعلات ايه، لان هو ده الاساس بتاع الشخصية اللي بيركز عليه كل علماء النفس بدءا من فرويد وانتهاء بأدلر اللي احنا وصلنا له لغاية دلوقتي، بحيث انه الرعاية والاهتمام وطريقة التربية اللي الشخص بيعيشها بتأثر فيه وبتخليه يبقى بشكل ما صحيح أو مريض. برضو التسلط أحد الحاجات، وضربت لكم أمثلة قبل كده على التسلط، والأب اللي كان أستاذ في جامعة وبيقول لابنه في كلية هندسة وكان في سنة ثالثة الواد أو داخل على سنة رابعة وكان فاضل له سنة ويتخرج، يقول له اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي، وما كانش عاجبك ب60 مش عارف ايه. فطبعا ده تسلط شديد جدا وقهر شديد جدا والاذاء طبعا. يعني احنا ما شاء الله بنأذي الاطفال كويس قوي وبنأذيهم بطرق مختلفه، يا اما حرمان عاطفي، يا اما بالضرب، يا اما بالشتايم، يا اما بالتحقير، يا اما واحيانا
نبقى العكس خالص، يبقى التدليل الزيادة. يعني نادرا ما تلاقي ناس متوسطين عندهم نوع من التوسط. التوسط أقصد به مش أنهم أسرة متوسطة الحال، أقصد به أنهم أسرة يعني لهي شديدة وقاسية، ولهي حانية ومدللة بدرجة كبيرة، وإنما هي في توسط بين هذا وذاك اللي احنا بنقول عليه خير الأمور اللي ايه الوسط. فالتدليل برضو بيفسد زي ما الإزاء والتسلط والإهمال ونقص الثقة بالنفس والتنافس داخل الأسرة بيفسد. كل طرق التربية طبعا اللي بتربي بهذا الشكل بيبقى فيه خلل في الأطفال بتوعها. وبدأ يتكلم عن أنماط التربية، فاتكلم الحقيقة عن ثلاث أنماط، والنمط المتشدد والنمط المهمل، وطبعا الثلاثة أسوأ من بعض. فبرغم ان احنا ممكن كلنا كان نفسنا نبقى مدللين واحنا اطفال ونفسنا ناخد كل مزايا العالم، لكن زي ما قلت لكم قبل كده لو حصل لنا كده هنبقى حمادة عز. وحمادة عز ده ما كانش شخصية ناضجة، وكان طفل حتى وهو كبير طفل وبيتصرف بطريقة طفل. فده بيتوقع ان كل رغباته مجابة من غير ما يعمل اي مجهود، ودايما يشعر ان العالم فشل في اعطائه ما يستحقه. ده لما يواجه موقف شده يبتدي يشعر بهذا، وبيبقى اساسا متعود ياخد ما تعودش يدي، وطبعا اهتمامه حوالين نفسه مركز، ومحدش علمه التعاون خالص. لما يواجه صعوبه من 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 الواقع يبتدي يبص للي حواليه على اساس حد ايه يمدله ايده حد ينقذه. طبعا كارثه لو تقدم لك عريس وايه وطبعا لقيتيه بهذا الشكل، يعني فانت هتبقي امه وهتبقي المدلله له، يعني انت هتبقي ايه ماما نونا اللي كانت بتاعه حماده عزه، وهتعملي كل اللي هي كانت بتعمله، وهيبقى اعتمادي عليكي. ولو انك قصرتي في حاجه يبقى انت اهنتيه واذيتيه، ويعني انت بقى يعني بالنسبه له الواقع المحبط اللي بيخليه يشوف الدنيا السوداء، لأنه لا يحتمل الإحباط. كل حاجة عايزها ومن غير مجهود، ويبقى اعتماده عليك. وكتير على فكرة يا جماعة من الستات بيجوني بتشتكي إن جوزها بيجي هو بيديلها المرتب وما كأنه طفل في المدرسة، ويجي ما يعملش حاجة خالص غير إنه يتفرج على ماتشات الكورة في الأوضة بتاعته وقافل عليه، وهي بقى تضرب دماغها في الحيطه هي والعيال، تعمل المطبخ، تعمل مش عارف ايه، وهي كمان عندها شغل تتفلق. مش مهم، هو مش هنا خالص. ليه؟ لانه تعود انه يبقى طفل ويؤدي دور. هذا الدور عايز كمان شكر وتقدير عليه، وعايز اهتمام، وعايز اشباعات كتير، لانه تعود ياخد ما تعودش يدي. وده عايز دايما يبقى هو في الصداره، يعني عندها ثلاث اربع عيال، لا مش مهم تهتم بالعيال، هي اهم حاجه ايه هو، يبقى هو مركز الاهتمام وهو اللي في الصداره، وهو اللي ياخد كل اللي هو عايزه على حساب الولاد وعلى حسابها وعلى حساب اي حد. طبعا يعني اللي هتتجوز واحد بالشكل ده طبعا يعني عيالا بقى ربنا يعني، وهتبقى عيشتها صعبه. لما بيظهر محتاج ايه على هذا الشخص اللي بالمواصفات الاعتمادية دي وتظهري عدم قبولك ليه، فهي اقول لك بقى معونت ضدي والمجتمع كله ضدي. طبعا لما هيروح يشتكي لاختك، اختك هتقول له ما انت غلطان. هيروح يشتكي لزميله في الشغل هيقول له ما انت اللي غلطان، ما انت ما ينفعش انك انت تبقى كده. فالله هيلاقي نفسه غلطان من كل الناس، فيعتبر ان المجتمع كله ضده. وهنا يعني معنى كده ان اي عقاب انت عملته له او اي مواجهه عشان تحرجيه عشان يتغير بتخليه يحس ان هو ضحيه وانكم ضده، وعشان كده ما بيستفدش خالص من ده. ولكن ده عايز يتعاد تربيته تاني، فطبعا بيتصرف على اساس خاطئ من فهم الحياه وفهم معنى الحياه. ونيجي للنمط الثاني اللي هو نمط التربيه المتشدد. طبعا ده قلت لكم عليه اللي هو بيطلع لنا الاشخاص القهريين او الاشخاص اللي عندهم وسواس قهري، وبيشعروا بعجز قدام حل اي مشكله حياتيه بيواجهوها، وزي ما قلت لكم بيبقى عندهم وساوس بيحاولوا بيها يكرروا
الأفعال كأنهم عايزين يوقفوا الزمن ويخلوا الزمن يتوقف عن إنه يعدي، بحيث إنه الدنيا تقف، يعني عايز الدنيا تقف. فالطقوس كأنها بتخليه يوقف الزمن على مستوى خياله، وعشان ما يفقدش اعتباره لذاته أكثر ما هو فاقد اعتباره لذاته. طبعا النمط الثالث من التربية اللي هو النمط المهمل، وقلنا ان دول الاطفال اللي عمرهم ما عرفوا حب ولا شافوا تعاون ولا حد اداهم معنى للحياه، ولما بتواجههم حاجات دول بقى بيبقوا ضعاف وما بيقدروش يعرفوا يواجهوا الصعوبات، وطبعا ما عندهمش قدره على انهم يحلوا المشكلات، وما بيتوقعوش مساعده من اي حد، لانهم على طول طول الوقت حاسين ان المجتمع ضدهم وانه عدواني تجاههم ومش هيتغير ابدا، وانه طول الوقت عندهم العجز عن الكسب، ومهما فعلوا هم هيبقوا حاسين بفشل. وضربت لكم مثال على ده بالمرحوم الفنان نجيب الريحاني، اللي كان طول الوقت في افلامه كانه ايه، يائس من الدنيا والدنيا ما بتدوش حاجه، ومحبط وكانه اتربى تربيه فعلا فيها اهمال، وجسد ده جدا في مشهد في فيلم غزل البنات، كنت حطيت لكم صوره ليه في المحاضره اللي قبل اللي فاتت. طبعا ما بيتوقعش نجاح من المجتمع خالص، ويقول لك انا يعني الناس دي مش فاهماني، والناس دي، ويبتدي بقى يتعالى على المجتمع بانه ينسحب وينعزل، وانه ما هوش محتاج للاخرين، ولكنه هو بائس فعلا وعانى اهمال، وطبعا ده ضحيه مجتمع وضحيه عدم. اللي قلت لكم على انماط التربيه عند محمود حموده، قلت لكم ان في تربيه بالترهيب والتخويف والعقاب، ودي أسوأ انواع التربيه اللي يبقى فيها تخويف وعقاب ديت. والتربيه اللي اعلى منها شويه اللي هي التربيه بالتشجيع والتحفيز والمكافاه، وان احنا ندي مكافآت. معايا اسماء؟ ايوه دكتور محمود. ده بيتعود ياخد مكافأة، وبيبتدي يبقى اعتمادي على هذه المكافأة، ومش عايز يعمل حاجة إلا لما ياخد المكافأة، ولما بيبقى موظف بيبقى بيرتشي وهكذا. التربية بالحب قلنا دي أعلى مستويات التربية، ودي إنه الطفل يعمل الصح مش طمع في مكافأة ولا خوف من عقاب، ولكن حبا لوالديه ورغبة في إنه ينال رضاهم فقط، مش ينال مكافآت وتحفيزات وحاجات كده، ولكن هو عايز بس ايه، يعبر لهم عن حبه بما يبذله، من لانهم هم اساسا بيربوه بايه، بالحب. وقلت لكم انه الثلاث درجات من التربيه دول بشبههم انا بعباده ربنا سبحانه وتعالى، لانه في ناس بتعبد ربنا خوف من النار احسن يدخلوها، و ناس تانيين بيعبدوا ربنا طمع في الجنة، وقليلين بقى اللي هم النمط بتاعهم رابعة العدوية اللي بيعبدوا ربنا حبا فيه، لا خوف من جنته، لا خوف من ناره، ولا طمع في ايه، في جنته. اتكلم عن ذكريات الطفولة، وقال انها هامة جدا ومفيدة في اظهار معنى الحياة اللي احتفظ فيه الطفل، وان أصدق تمثيل للتقدير الأساسي اللي بيحمله الشخص لنفسه ووضعه في المجتمع هي نقطة بداية الشخصية، هي الذكريات الأولانية، وكأنه بدأ بيها زي ما هو قال كده حتى عن نفسه، كان عنده أمل إنه يطلع طبيب عشان يقضي على الإيه، على الأمراض. وفعلا دي الهدف اللي حطه أولي، ومعاناته من المرض، وفعلا هو حقق ده. فبيقول ان دي نقطه بدايه الشخصيه الذاتيه، وهي بدايه قصه حياه الشخص. بدا يتكلم بعد كده عن فهم النفس البشريه، وقال انه عدم فهم الاخر يعني ان احنا اغرب عنه، يعني لو ما احناش فاهمين المريض اللي قدامنا، مجرد ما بدا يتكلم كده فقلنا له انت عندك كذا وكذا وكذا، قال يا دكتور انا عندي كذا وكذا، وهكذا له العلاج ومشيين، واحنا كده لا فهمناه ولا ده بقى كانه يعني كده واحد فتخد ادويه،
وايه ومش، او يقول لنا برضو حتى يقول للسايكولوجيست انا عندي كذا وكذا، يقول له اه ما انت عندك مش عارف ايه وايه وايه، ويقعد يشرح له شويه كده، اقول له طب بس تعمل كذا وكذا وكذا ومع السلامه. طبعا كده كده ما 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 حدش فهمه. وللاسف الشديد انه كتير من الابهات ما بيفهموش ولادهم، وبالذات في العصر اللي احنا فيه ده يا جماعه، مع الموبايل ومع مواقع التواصل الاجتماعي، وتلاقي الاب قاعد ماسك موبايل والام قاعده ماسكه موبايل، والعيال كل واحد في اوضته على النت ولا ماسك موبايل هو كمان، او بيعمل الواجبات بتاعته. فلا الابهات فاهمين الولاد ولا الولاد فاهمين الابهات، فبقت الحكايه اسوأ بكتير من ايام ادلر، ومن اكتر بكتير من وصف ادلر للغربه اللي بتعيشها افراد الاسره. حتى لما يجي الولد والبنت المتجوزين وجايبين ولادهم جايين يزوروا ابوهم وامهم، تبصوا تلاقي كل واحد ماسك حاجه مشغول بيها وعمال يبص فيها، ومفيش بينهم لا تحاور ولا بينهم الدفء اللي كان موجود قبل. طبعا الانترنت فيه مشكله يا اسماء؟ لا يا دكتور تمام. سمعاني؟ الصوت واضح. سمعاني يا اسماء؟ ايوه يا دكتور الصوت واضح. دكتور محمود؟ ايوه اصل كتب لي كده ان الصوت واضح. سمعني. هو بيقطع في النص بس بيرجع تاني، بيرجع في وقتها. طيب يعني ما بيقطعش يعني؟ لا لا ما بيقطعش. طيب. فتره طويله سالي بتقول كلنا سامعين. طيب كويس. طيب تمام. التركيز بقى بصوره كبيره على طفوله المريض عشان نستنتج الفهم للخصائص المميزه لشخصيته، لانه الخصائص اللي بتميز الشخص هي انعكاسات للخبرات اللي عاشها. وشايفين ده احنا كويس قوي في ادلر، واضح قوي ان عاش حاجات خلاته شبه معقد طفولته، وعشان كده كان عنده عقده النقص قويه جدا. وهنلاحظ ان كل حياته ضيعها عشان يعالج عقد النقص اللي عند البشر من خلال العلم النفسي الفردي اللي هو عمله. فعشان كده هو بيركز قوي على ذكريات الطفوله المبكره. وبيقول في مفهوم الوعي ان في علاقه سببيه بين الوعي والحركه، بمعنى ان النبات مثلا ما بيتحركش، وبالتالي هو لا يعي، والوعي بيتطلب لازم يكون في حركه. بمعنى انه لو حد فيكم دلوقتي عايز يمد ايده وياخد الفنجان اللي قدامه عشان ياخد شفته من القهوه اللي قدامه، فكده هو قبل ما بيتحرك في وعي ان في فنجان موجود وفي حركه هتتعمل، والوعي والحركه الاثنين بيكملوا بعض عشان يعمل حاجه مستقبليه هتتعمل بعد نص دقيقه او هتتعمل بكره الصبح، بحيث انه حاطط في دماغه انه بكره محضر اللبس، انه هيعمل كذا وكذا وكذا، وادي اللبس اللي هلبسه، وادي الحاجات اللي هاخدها معايا. فمعنى كده انه الوعي بما هيعمله بكره مع الحركه بيكملوا بعض. وعشان كده بيقول انه الحركه مع الوعي الاثنين بيجبروا الانسان انه يتطلع للمستقبل، وانه هيروح فين وهيعمل ايه، وانه تجميع الخبرات. يعني بكره هتروحي مجمع التحرير عشان تطلعي باسبور، ولا عشان تطلعي شهاده ميلاد، ولا تعملي بطاقه في الاسم اللي انت تابعه. فالخبرات السابقه انه لو رحت يوم كذا هتلاقيهم قافلين، ولو رحت بعد الساعه كذا هتلاقيهم فاتحين، وهكذا. دي خبرات انت مريتي بيها قبل كده، او انت مريت بيها قبل كده، وبالتالي دي مختزنه عندك في الذاكره، والخبرات دي هي اللي هتخليك تتحرك، وهذه الحركه الهادفه تنجح فيها، لانه انت هتنجح في الحركه الهادفه دي لانك مبنيها على خبرات. طبعا انه اللي احنا بنشوفه من عيب ظاهر في حياتنا الشخصيه او في حياه الاخرين زي الإعاقة مثلا، مفروض إن إحنا ما ننظرش له على إن ده شر، لأنه زي ما ربنا بيقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم،
وزي ما بيقولوا في المثل البلدي رب ضارة نافعة. ففعلا ساعات الإعاقة تبقى مصدر لإلهامات ومصدر لتفوق ومصدر لأنها بتحط الشخص في تحدي مع إحساسه بالعجز، ويبقى عنده إصرار على التغلب على عقدة النقص فيحقق ذاته. وضربت لكم مثال على كده المرة اللي فاتت بعالم الفيزياء الشهير الإنجليزي اللي كان مقعد، وهذا الشخص اللي كان مقعد بيقول لك ايه 8:30 هتدخل لي تاني على اللينك. ايوه يا دكتور، كاتب رساله بتقول 8:30 هتدخلي على اللينك، احنا عرفنا على 8:30 خلاص بالظبط اهي، يعني خلاص هندخل. ايوه هقفله دلوقتي هقفله ونفتح تاني، ثواني كده. هندخل على الجزء التاني ده ولا نكمل؟ على نفس اللينك، على نفس اللينك اللي بعتاه. ساعة ولا 40 دقيقة يا اسماء؟ 40 دقيقة بس، عشان هيدخل على نفس اللينك، عشان المرة اللي فاتت في ناس ما وصلتش لينا يعني. طيب نبتديهم كلهم انه هندخل دلوقتي على بيت التاني؟ ايوه بعت رسالة للكل. تمام. ايوه يا دكتور بعت للكل. ولما حد يصاب باعاقة، هذه الاعاقة الجسمية، معنى كده ان دي مصدر للشر، ولكن ده ممكن تبقى ميزة. وضربت لكم مثال بعالم الفيزياء الشهير الانجليزي اللي يعني كان اشهر عالم فيزياء في العالم كله، وكان مشلول بالاربعة، وكان يدوب بيحرك عينيه، بيحرك العجلة اللي هو بيقعد عليها والكمبيوتر بيشتغل عليه بعينيه، وكان يعني يعتبر من اعظم علماء الفيزياء في العالم كله. توفى على فكره بقاله كام شهر او قرب على سنه دلوقتي. برضه اينشتاين قالوا عليه وهو طفل صغير انه متخلف، والمدرسه ما كانتش عايزه تاخده وحاجات كده، وده خلاه برضه يشعر بالنقص ويتحدى نفسه ويبقى اينشتاين. فعشان كده مش دايما كل مشكله او كل اعاقه تظهر او كل احساس بنقص او قصور يظهر يبقى خطر او يبقى عيب او مشوه، لا ده ممكن يبقى حافز كويس جدا. بيقول طبعا ان في اهداف بتوجهنا في حياتنا، وان احنا الروح بتاعتنا ما هياش معدوله، وانها متحركه وتسعى لهدف دايما، وانها بتسعى من خلال الهدف لانها تنمو وتتطور وتتكيف مع البيئه. ولما احنا نعرف لما يجي لنا مريض ونعرف الهدف بتاعه والبيئة المحيطة بتاعته شكلها ايه، ده بيخلينا نفهم الطرق اللي بيعرف يعبر بها عن نفسه هي ايه، والاتجاه اللي ممكن ياخده في حياته هو ايه، وازاي ايه السبل اللي هيتبعها عشان يصل الى تحقيق الهدف بتاعه. طبعا هو بيهتم، أدلر بيهتم بالروح الجماعية والحياة الاجتماعية، وبيقول بقى ان الطفل بيجاهد في سبيل التفوق عشان هذا التفوق هو اللي سوف يضمن له التكيف والامان اللي هيوصلوه للهدف بتاعه، او الهدف بتاعه هيوصله للتكيف والامان في البيئه بتاعه. وبيقول انه اللي بيخلي الطفل يفكر بهذا الشكل، واللي خلى البشريه كلها تفكر بهذا الشكل لانها تحقق اهدافها من خلال التفكير ومن خلال العمل على اختراع سبل تجعلها اكثر تكيفا في البيئه بتاعتها، ده خلى الوجود الانساني يستطيع ان يسود في العقل البشري، وانه العقل البشري هو اللي قدر يعمل التطور ويعمل النمو ويقدر وقدر يسيطر على البيئه ويطوع البيئه ويطوع حتى الحيوانات المفترسه وغيرها وغيرها، لانه يقدر يعيش معاها ويقدر يعمل هذا الكون يعني، او هذا الكوكب اللي احنا بنعيش عليه. وانه لولا ان في حوار منطقي ولغه، والحوار ده بيعتبر اداه اجتماعيه هامه جدا، لانه من خلال هذا الحوار بتتكون رابطه بين الناس وبعضها، وفي نفس الوقت بيبتدي التفكير المنطقي والاسس العلميه تتحط اللي بتبني عليها اسس علميه تانية عشان توصل في الاخر الى مخترعات
هذه المخترعات تمكننا من التكيف مع الحياة. يعني لو بصينا أيام أنا ما كنت طفل، أو أيام حتى ما كنت في إعدادي ثانوي كده، كان في البلد كلها، القرية بتاعتنا كلها، تليفونين اتنين، وأي حد تليفون عند العمدة وتليفون عند شيخ البلد، وأي حد عايز حد يكلم حد بيطلبه عند العمدة أو عند شيخ البلد، وبعتوا له حد يندهنه عشان يروح يرد عليه هناك. فدي ده كان الواقع، إنه مفيش أدوات كافية للتواصل. فشوفوا بنتاج العقل البشري نصل إلى إيه؟ نصل إلى إن كل واحدة وكل واحد في حضراتكم دلوقتي قاعد في بيته وقاعد سامعني كويس قوي من خلال الإنترنت، ولو حب يكلمنا على الموبايل هيدوس على الزرار هيطلبني، وممكن مش بس كده، ممكن كمان يشوفني فيديو وأنا أشوفه فيديو وهكذا. فكل أدوات التكيف دي أو كل أدوات المخترعات اللي احنا وصلنا لها هي أدوات للتكيف مع البيئة، ودي ما جاتش من فراغ، جات بالحوار المنطقي العلمي اللي بيضع أسس العلم وبيبتدي يبني عليها ابتكارات عشان نصل إلى ما نحن فيه من التكيف مع البيئة والتغلب على أضرار. يعني أنا لما بتفرج على فيلم من أفلام كلاسيك اللي شادية بعتت جواب لحبيبها مع نظر المحطة والجواب ما وصلش وتاهوا عن بعض سنين طويلة، وكل ده بسبب ايه؟ بسبب ان الجواب ما وصلش. انما لو كان دلوقتي كانت هتدوس على زرار تكلمه على الموبايل تقول له اللي هي عايزاه، ومش هيحصل الفيلم ده خالص ولا هتحصل القصة دي خالص. فكأن احنا بنسعى الى التطور، ولكن مش فرض هو اللي بيعمل التطور يا جماعة. يعني لو تذكروا كان فيه الدوس قبل الويندوز، وبعدين بعد كده من خلال الدوس ومن خلال فهم بيل جيتس الدوس بدأ يعمل الويندوز، وهكذا العلم بيتبين على بعض، وبدأت الويندوز تتطور وبيشغل مهندسين معاه يطوروها وهكذا. فالحوار والروح البشرية هي اللي بتطور، وهي اللي بتخلينا نقدر ان احنا نتكيف، وهي اللي بتخلينا دلوقتي قادرين ان احنا نتواصل برغم الظروف اللي انتوا عارفينها بتاعت كورونا وعدم قدرتنا على ان احنا نلتقي في يوم الحب زي ما اتعودنا. برضو بيقول ان الشعور الاجتماعي ده مهم جدا عشان احنا نتكيف، والشخص اللي عنده شعور ايجابي هو الشخص اللي بيبقى بشعور مجتمعي او شعور اجتماعي. هذا الشعور الاجتماعي يأتي من خلال استجابة الشخص للقيود والشروط اللي المجتمع البشري بيفرضها، بحيث انه اذا بيطيع الشروط والقواعد بتاع المجتمع اللي هو بيعيشه فبيبقى شخص اجتماعي وعنده شعور اجتماعي وبيتعاون مع المجتمع بتاعه. اما اذا ما كانش عنده ده وبيرفضه فده بيعتبر متمرد، وبيرفض وبيقاوم فده بيعتبر متمرد، او بيقولوا عليهم جبهة المعارضة. وطبعا جبهة المعارضة إذا كانت معارضة منطقية ويعني بتتعاون من أجل صالح المجتمع فهي برضو معارضة لديها شعور اجتماعي. أما إذا كانت معارضة بطريقة الإرهاب زي داعش وغيره فده طبعا نوع من يعني من البلطجة ونوع من الإرهاب. يعني بيتكلم عن نمو الشخصية، بيقول إنه الطفل بيستطيع، يعني الطفل الصغير ما يقدرش يعمل اللي بيعمله الكبير، فبيشوف ان الاكبر منه افضل منه في مواجهة الحياة، فيبتدي يتعلم اهمية القوة عشان يتكيف في الحياة، ولكن عشان هو ضعيف فبيبتدي يجبر الاخرين على انهم يساعدوه. وطبعا طالما هيجبر الاخرين على انهم يساعدوه فهو واحد من اثنين، يا يبقى قوي ويقلد عشان يستخدم ادوات الكبار ويبقى قوي زيهم، يا اما يظهر قوي ضعفه عشان يحتاج للعون والايه والمساعده. وطبعا احنا هنا شايفين الاولاني بيقوي نفسه عشان يقف على رجليه ويبقى قوي وباكتساب ادوات الكبار، وده اللي احنا قلنا بنعمله في مرحله الكمون، انه بيبتدي يدخل مدرسة ويبتدي يتعلم مهنة، ويبتدي من خلال تعلمه المهنة يكتسب أدوات الكبار عشان لما يوصل للمراهقة أو سن الرشد يكون جاهز لأنه يواجه مهام الحياة.
اما في واحد تاني بقى بيظهر ضعفه، ولانه اظهر ضعفه وهو طفل وبدا يستفيد من هذا الضعف خلال طفولته، فزي ما قلت لكم قبل كده الطفل ذكي جدا وبيقول لك اللي تغلبه العقل. فاذا غلب بالضعف بتاعه والتمارض بتاعه وانه يعيش دور المريض فبيبتدي يعيش في ده. ووريتكم قبل كده حالات شفناها في يوم الحب، حالات factitious disorder اللي هم بيستحدثوا اعراض مرضيه عشان ما يواجهوش مشاكل الواقع العملي، وفي نفس الوقت يبقوا اعتماديين على اخرين ويتجنبوا مشاق العمل ويبقوا كده ايه يعني مستسلمين وضعاف وعايشين في دور المريض. ودول دايما بيبقى مش عايز يخرج من المستشفى، بيبقى عايز ادويه زياده، بيبقى عايز اهتمام زياده طول الوقت، عكس المرضى الحقيقيين. المريض الحقيقي يقول لك يا دكتور انا جاي في المستشفى، انا خفيت، انا كويس، انا مش عايز دواء. ده اللي هو مريض حقيقي اللي بيبتدي ما يمسكش في الدور المرضي اللي هو السيك رول اللي احنا بنقول عليه. فهنا الطفل ممكن يتربى على الضعف ده وطول الوقت بقى يبقى بيستجدي من خلال ضعفه، او يتربى على القوه وانه بيواجه وبيتغلب على الواقع الخارجي بقوته وبتعاونه مع الاخر. التعاون الايجابي مش التعاون السلبي اللي مستني التلقى. طبعا كتير من مش الاطفال بس، كتير من الكبار كمان بيعيشوا في احلام اليقظه وبتسرقهم احلام اليقظه ديت، وبيبقى من خلال احلام اليقظه بيعوض الاحساس بالضعف اللي هو عايشه او الاحساس بالفشل اللي هو عايشه. فتلاقي الطالب في الثانويه العامه قاعد او الطالبه في الثانويه العامه قاعده تذاكر ومش فاهمه حاجه في الفيزياء اللي قدامها، وبعدين بقى ايه تسرح عشان هي مش فاهمه حاجه، وتتخيل نفسها بقى ايه يعني دخلت الامتحان وحلت 100% ووصلت لمجموع 99% ودخلت الكليه اللي نفسها فيها وبقت مش عارف ايه وطلعت اولى على الدفعه، وتسرح في احلام ايه يقظه كتير جدا تحصل لها. او جمالها متواضع ويعني عندها عقدة النقص من هذا الجمال المتواضع، فتبتدي تتخيل انهم اختاروها ملكة ايه جمال، وانها يعني من خلال اختيارها ملكة جمال بقت يعني اليونيفيرس ميس اللي هي يعني محط اعجاب الناس كلها وهكذا. وده كله بيبقى نوع من التعويض ونوع من الهروب من عقدة الايه النقص اللي بيحاول يعوضها. وده طبعا بيبقى دايما في احباط ودايما في واقع غير هو راضي عنه، عشان كده بيعيش في احلام اليقظه. ودول بيقولنا كتير قوي انه مش عارف اذاكر. طب ما مش عارف تذاكر في الثانويه ليه؟ ده انت قدامك ثانويه وقدامك تحدي جامد، وانت اخترت انك تدخل علم علوم علشان انت عايز تدخل كليه قمه معينه. فيقول وكان عندي احلام وذاكرت في الشهر الاولاني كويس، بس بعد كده بقى لقيت المواد تقيله وكبيره و و و والكلام ده كله، فما بقتش ليا نفس. طب ولما بتقعد تذاكر بتنجز؟ بيقول لك لا، ده انا بسرح بقى في ايه؟ في احلام يقظه. تاخده احلام اليقظه وبعد ما تخلص الليله يرجع للصفحه يلاقي الصفحه زي ما هي، ما انجزش حاجه خالص. طبعا حلم اليقظه الجامح ده يعني مش هيحقق له حاجه، وفي نفس الوقت أسرته مش هتقدر تحل له حاجة، لكن هو اللي لازم يعتمد على نفسه بأنه يعيش الواقع. وهو ده اللي احنا بنعمله في العلاج النفسي، ان احنا نخليه يعيش في الهير اند ناو. والهير اند ناو تعني معايشة الواقع وليس الهروب إلى واقع غير موجود أو واقع متخيل يعني. طبعا الطفل المحروم من الحنان برضه بيسرح في أحلام يقظة كتير قوي، ويا سلام وهو مراهق كده يحلم بقى انه يتجوز واحدة حنين عليه وعلى طول يعني عمالة تدلع فيه وحاجات كده، ويعني بيدور دايما على اشفاعات النقص اللي هو ايه محروم منها. طبعا التعاطف ومشاركة الاخرين ده شيء مهم جدا في تفاعلنا مع البشر، واذا كان ده مهم بالنسبة للبشر العاديين فمهم لينا احنا
psychologists وكسايكاتريستس جدا، لانه احنا بنبقى محتاجين ان احنا نفهم الشخص اللي قدامنا، وعشان نفهمه لازم نشعر بالمشاعر بتاعته او نتفهمها. وطبعا كتير مننا بيقعدوا قدام الافلام الدراميه اللي هي الدراميه الثقيله، ويبقى قاعد بعضهم يبقى ولا بيتاثر بحاجه، ولا كأن الممثل بيحرق في نفسه عشان يوصل له مشاعر. ليه؟ لان هو اصلا ما عندوش الاستعداد انه يشارك في مشاعر او يحس بمشاعر اخر. لكن حد تاني تبص فيه يتفاعل وممكن دموعه تنزل ويعيش مع الدراما اللي هو بيتفرج عليها، لانه عنده قدره عاليه قوي على المشاركه الايه الوجدانيه، فبيعيش الدراما قوي وبيتاثر فيها. طبعا احنا كسايكولوجيستس وكسايكاتريس مش بيهمنا المشاركه الوجدانيه بحيث ان احنا نعيط مع العيان بتاعنا، لا، احنا نتفهمه بفكر ونوع من المشاركه يصل الى فهم مشاعره، ونحاول نحط نفسنا مكانه. زي ما قلت لكم قبل كده المثل الانجليزي اللي بيقول put yourself in his shoes، يعني حط نفسك مكانه وحاول تتخيل هو بيعمل ايه وعايز يوصل ليه. طبعا كل ما تفهمت الاخر وشاركته كل ما هيتعاون معاك ويبقى ايجابي معاك. طبعا في ناس عندها قابليه يا جماعه للايحاء، هو بقى بيتكلم عنها اقدر، بيتكلم على التاثير على الاخرين. فبيقول احنا عاده بنستقبل اي مصيرات تجيلنا، وان احنا بنتاثر بالناس اللي احنا بنسمعهم او بنتكلم معاهم، زي الاستاذ ما بيأثر في التلميذ، وزي الاب ما بيأثر في الابن، والام بتأثر في الابن برضه. فالشعور الاجتماعي بيخلينا نبقى في عندنا تقبل للتأثيرات القادمة من الآخرين، وخاصة إذا كنا بنحبهم أو إذا كنا بنديهم بنحس ناحيتهم أمان وتقبل. وطبعا أنتوا عارفين إنه كتير من الدجالين بيشتغلوا على الجزئية دي اللي هي جزئية الإيحاء. فيعمل ايه؟ يجيله المريض او المريضة يقوم يقول لها لا ده انت معذور، ده انت فعلا عندك مس وفي جن لابسك وانا هطلعهولك. وبعدين يبتدي يعمل شوية حاجات كده من اللي انتوا عارفينها بتاعت النصب دي، والمية اللي انا عملت عزمت عليها دي تستحم بيها، واللي مش عارف ايه تعملي ايه، وده هيخليك تبقي زي الفل. هتروح تتحسن اسبوع اتنين بفعل ايه؟ بفعل الايحاء. فالايحاء بيخفف بعض المرضى لكنه بيخففهم مؤقتا، وهو ده الفرق بين الايحاء وبين العلاج النفسي. العلاج النفسي يهدف الى نضج الشخص وتنمية قدرات الشخص على مواجهة مشكلاته والتكيف مع حياته والتحقيق الذات اللي هو عايز يوصل له، بنساعده فيه ونعده وانه يعدل اللايف ستايل بتاعه او نمط الحياة بتاعته. لكن التانيين بيركزوا على الايه؟ على الايحاء والايهام، بحيث انه يوهموه بانه خلاص العفريت طلع من جسمك وانت بقيت كويس، فخلاص انت كده بقيت ايه؟ زي الفل. فطبعا الطفل بيتأثر او احنا كلنا بنتأثر ببعض بالمشاعر بتاعتنا، لكن لما يبقى الطفل محبط وعنده دايما احباطات والبيئة بتاعته بيئة سيئة، ده بيحبط الطفل وبيخليه يبقى واخد الموقف السلبي، لانه مش عارف يتكيف غير بانه يبقى سلبي. لانه لما بيقول بيم بيقول له على قلبك ايه؟ زم، يعني مش بيديله فرصة انه يعبر عن حاجة فبيكتموه. ولما يتكبت ويبقى مستسلم تماما، هذا الكبت وهذا الاستسلام اللي بيعمله في اللي بيعملوه هم كأسرة فيه، بيخليه يبقى سلبي وغير قادر على التعامل والتعاون والإيجابية، وفي نفس الوقت بيبقى عنده عدوان سلبي. وده يا جماعة بنلاحظه كتير قوي في الناس اللي بيشتغلوا في وظائف ومش واخدين وضعهم. يعني مثلا تلاقي مساعد في مخزن، مساعد مدير المخزن،
مدير المخزن او مدير المخازن عمال يديله على دماغه، والمدير الكبير خالص الرئيس صاحب الشغل ولا صاحب المخازن عمال يديلهم على دماغهم وهكذا، ومقهور وسلبي، فتبص تلاقيه بيدخن سيجارة يروح رميها في حتة كده بحيث تولع وتعمل على ما يطلعوا بره ويروحوا تكون هي عملت حريقة كبيرة ونسفت المخزن. فده بنقول عليه نوع من الباسيف اجريشن، او يشوف حاجة خطر وفي نفس الوقت ما يعني يبقى عارف ان هيحصل ماس كهربي في الحتة دي وهيعمل حريقة لان الستارة جنبه ولا جنبيه حاجة قابلة للاشتعال، ويسيبه ويمشي لانه عنده عدوان سلبي. فالعدوان السلبي ده بيضر كتير جدا، وكل المصايب اللي بتحصل في المجتمعات اللي ما فيهاش انصاف وما فيهاش مراعاة للاخر بشكل بحيث انه يخلي الاخر ايجابي، ده بيخلي السلبية بتاعت الاخر تبان بشكل عدوان سلبي، والعدوان السلبي يضر اكتر مما يفيد المجموعة. انا دايما كنت اقول مقولة انه واتساءل في البرامج اللي كنت بقدمها في التلفزيون وفي الراديو، وقال لهم هو احنا بنربي اطفالنا عشان يبقوا عبيد يعملوا اللي احنا عايزينه، ولا احنا بنربيهم عشان يبقوا سادة لانفسهم وفاعلين مش مفعول بيهم؟ وده مهم قوي انه لما نربي الطفل واحنا بنربيه لازم نربيه انه يبقى ايجابي ويبقى فاعل وفي نفس الوقت يفكر، ونحترم عقله ونحترم شخصيته بحيث يبقى معتز بنفسه ويبقى حاسس انه شيء. انما اذا كنا بنديله على دماغه وبنعمل معاه وبنعامله بقى بانه لا انت وحش، لا انت مش عارف ايه، وبندمره وبنهز ثقته بنفسه وبنقلل من شأنه ودايما مطلعينه غلطان، فاحنا كده كأننا بنربي ايه، وطبعا بالضرب والتخويف والكلام ده كله، فاحنا كده كأننا بنربي عبيد وبنربي ناس مفعول بيهم مش فاعلين. يعني الولد يجي في الإعدادية ويقول لهم يلاقوه بيلعب، فيقول له انت بتلعب مش عايز تسمع الكلام، هو خلاص ما نجحت لكم، انتوا عايزين مني ايه؟ مش انا نجحت لكم. هو هذا الشخص اللي بيقول انا نجحت لكم مش عارف ان الدراسه دي له، ومش عارف ايه دوره، ولا عنده هدف ولا عنده قيمه، ده هو عامل زي الطوبه اللي بيدحرجوها ولا زي الكوره اللي بيدحرجوها في اتجاه الهدف، والكوره ملهاش اي اختيار. فمثل هذه السلبيه في منتهى الخطوره، ولابد من انه نربي اولادنا على انهم يبقوا فيهم النضج وفيهم اعمال العقل. وانا دايما كنت اقول لما بنحترم عقل اولادنا وبنعاملهم على انهم كبار بيبداوا يفكروا معانا ويساعدونا في تربيتهم ويبقوا ايجابيين ويحملوا يشيلوا ادوار ومسؤوليات ويبقوا ايجابيين وهايلين جدا وما نحسش بتربيتهم. انما اذا كنا بنديهم على دماغهم وعلى طول عمالين ندمر فيهم، بياخدوا مبدا بقى ضربوا الاعور على عينه، قال ايه خسرانة، وطبعا يبقى مستسلم ويعني ما عندوش مانع انه يخرج عن القانون، حتى لو هو ايه اسمع هنخرج 9. ايوه يا دكتور هنخرج 9 ونرجع تاني. فضل دقيقتين. نفس اللينك. نفس اللينك. طيب قولي لهم عشان يبقوا عارفين. طبعا الطفل الاسلامي ده بيبقى يعني ساعات بيخرج عن القانون على طريقه زي ما قلت لكم، ضرب الاعور على انه قال خسرانه، لانه ما هوش مستفيد حاجه، وبعدين لو لقى حد اداله ميزه كده وسيطر عليه بيبتدي يبقى تحت امره ويبقى زي الخاتم في اصبعه. ومن دول يا جماعه بتتكون الجماعات الارهابيه اللي هم عندهم سلبيه ومنسحبين ومش حاسين بقيمتهم، فبيبقى عندهم عدوان تجاه المجتمع، وبعدين يسقطهم حد ويبتدي يشغلهم بقى لحسابه ويخليهم جماعات ارهابيه، لانه هم عندهم عدوان تجاه المجتمع وشايفين المجتمع ما اداهمش حاجه خالص، وبالتالي اي حد هيدمر المجتمع هم هيبقوا معاه، ولكنهم خاضعين ومستسلمين زي ما اتعودوا، مش هيبقوا قاده، هيبقوا ايه خاضعين ومستسلمين، واغلب الجماعات الارهابيه بتتكون من كده. والعصابات كمان يا جماعه برضه بتتكون من اشخاص بهذا الشكل، وطبعا اللي بيدي الاوامر للعصابات
العصابة ما بيتشافش خالص وما بيحطش ايده في اي جريمة، ولكن اللي بيعملوا جرائم كلهم هم اللي تحت ايده وهو مستخبي. وافكركم بفيلم بطل للنهاية لما كان محمود المليجي هو اللي بيخطط كل حاجة، ولكن اللي تحت ايده هم اللي بيعملوا وهو المستفيد وهم بس مجرد ادوات تتحرك. نقف ونكمل. اهلا بيكم مره ثالثه. معايا معاك يا دكتور؟ معايا اسماء. ايوه يا دكتور. هو برضه المايك بتاعك كويس. طبعا كنت لسه بقول لكم انه في نموذج الفيلم بتاع بطل النهايه بتاع فريد شوقي ومحمود المليجي، محمود المليجي هو رئيس العصابه ولكنه ما بيظهرش خالص وهو متخفي، ويعني بيبين قدام الناس ان هو راجل طيب جدا وخير و لكن هو حقيقه هو الراس المخطط واللي بيعملوا الجرائم هم اللي تحت ايده هم اللي بيعملوا كل الكلام. حتى جايب لكم صوره فريد شوقي ومليجي جنب منه، وطبعا المليجي مع الضباط والبوليس وكانه واحد من وطبعا افراد العصابه بيشتغلوا، وهم من النوعيات اللي قلنا عليها اللي هي تربت خاضعه ومستسلمه وناقمه على المجتمع لانها لم تتلقى من المجتمع ما يحقق اهدافها او ما يحقق ذات كل واحد. طبعا الشخص الطبيعي بيتقبل التأثيرات الخارجية بالمنطق والأسلوب العقلاني والتفكير الناقد، وده يا جماعة للأسف احنا ما بنعلموش لأولادنا وحتى العينين بتوعنا. وقال لي وأنا صدقت، او تجي لك موهومه بقى بالجن انه كان عندها ملامسه لمناطق حساسه في جسمها وقال لها ده جن متجوزك وده ابن ملك ملوك الجان، وان ما كنتش تستسلمي له هيعمل لك ويخليك، وما كنتش تستحمي دي وتاخدي العلاج ده اللي هتدفعي فيه مش عارف ايه. المهم كل ده مش يعني بيدخل قوي على الناس اللي هم سجستبل اللي هم عندهم قابليه للايحاء وفي نفس الوقت ما عندهمش قدرة على المنطق ولا الحوار ولا انهم يفكروا بعقل ناقد، وما تعلموش انهم يقولوا لا، ده هم اتعلموا انهم يبقوا خاضعين لاي حد يقول لهم، يقول لك اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة وهكذا. فطبعا المنطق والاسلوب العقلاني والتفكير الناقد بالتحديد يا جماعة مهم جدا. التفكير الناقد ده احنا للأسف ما بنتعلموش وما بنفكرش بشكل ناقد قد ما بنفكر بشكل انقيادي للآخرين. طبعا في أشخاص متعطشين جدا للسيطرة وبيبقوا يعني عايزين يسيطروا على أي حد، ولو لاحظنا نلاقي إنه الأب والأم لما يجوا يشتكوا من الطفل بتاعهم بيشتكوا إن الولد ما بيسمعش الكلام، لكن لو الواد بيسمع الكلام عمره ما هيبقى يشتغل. بس لما يبقى الواد بيسمع الكلام وبينفذ بشكل آلي وبيحركوه زي الطوبة أو زي الكرة وبيحركوها في اتجاه الهدف وملوش أي إرادة ومسلوب الإرادة وخاضع لهم في كل حاجة، يا سلام، يقول لك ده آية، ده ما فيش منه، ده ما بنسمعلوش صوت، ده ما يقولش لا، ده واد مؤدب، ده ده ده. وفي الآخر يبقى شخصية إيه؟ شخصية استسلامية، وطبعا هنا ما عندوش طموحات وفي نفس الوقت ما بيفكرش وما بينتقدش تفكيرهم وما بينقدش تفكيرهم وما بيقولش لا، وبالتالي هيبقى استسلامي وتابع وهيبقى ضعيف في الشخصية. طبعا
وكتير من الناس يا جماعه وانتوا عارفين كده بيخضعوا لاي سلطه من غير اي تساؤل وما بيفكروش، وبعضهم او يمكن ناس كتير جدا في مجتمعنا بيخضعوا لاسلوب الخرافي. فايه ف الواد سقط في الثانويه، معلش ما هو محسوب عشان هو اصل السنه اللي فاتت في ثانيه ثانوي وكان طالع الاول على المدرسه فحسدوه، خلاص يوافقوا على كده وان الولد اتحسد ولازم يتعمل له رقيه شرعيه ولازم يتعمل له مش عارف ايه. وطبعا كل دي خرافات ملهاش اي لازمه. والحسد ده زي ما قلت لكم قبل كده يا جماعه في المحاضره بتاعتي عن السحر والمس والحسد، انه الحسد ما بيسقطش طالب ولا بيدمر قلعه ولا بيحرق بيت ولا بيعمل اي حاجه من الحسد، ولا بيعمل حسد عربيه. يعني الحسد لا يمكن الحسد يعمل كده، لان الحسد ده مجرد تعريفه اللي درسناه في الفقه الشرعي هو تمني زوال نعمه الغير. وتمني زوال نعمه الغير ما تتمنى يا اخي ولا تتفلك، هتضر الاخر بايه لما انت بتتمنى يعني؟ بس هي المشكله تحصل امتى؟ لما انت تتمنى ان عربيته تتسرق وهنشوف حرامي بيسرقها، وبعدين ما تقولش امسك حرامي ولا تنده له عشان يشوف الحرامي اللي بيسرق عربيته. هنا يبقى السحر ضرر. لكن رغبتك وتمنيك انك العربيه بتاعته تتسرق ده لا يضره بشيء خالص. ولكن للاسف الشديد تلاقي الناس خاضعه لخرافه السحر والحسد والمس وعايشين في ده وغرقانين فيه ومستسلمين له تماما وكانه شيء واقع وشيء اساسي وهو كده. زي اللي بيقول لها عندها احساسات في المنطقه الحساسه بتاعتها المنطقه الجنسيه، فتروح للراجل ده فيقول لها ما هو الجن اللي بيعمل معاك كده، والجن ده بيحبك والجن ده مش هيخليك تتجوزي والجن هيعمل وهيسوي. فتبتدي تعيش الحكايه وتصدقها وتصدق ان في جن وخيالها يتسع اكتر وتحس فعلا كانها متجوزه جن. ده طبعا كله لانه في خضوع للخرافه من غير منطق ومن غير عقل ناقد. وطبعا ده كلها ايحاءات غير منطقيه. احنا بقى بنقسم او هو بيقسم البشر الى نوعين. نوع يبالغ في تقدير اراء الاخرين، وده اللي عندهم قابليه للايحاء، اللي هم بيبالغوا في تقدير اراء الايه؟ الاخرين. والنوع الثاني اللي هو بيشوف ان اي مؤثر او ايحاء بيبقى بيعتبر اهانه له، وبيعتبر ان رايه هو الصواب، ده اللي بيحترم عقله قوي زياده عن اللزوم، وطبعا بيتجاهل اي راي اخر يجيله من البشر. وطبعا الاثنين فيهم ضعف، واحد بيسمع على طول وبيستجيب زي الاله كانه انسان الي ماشي بالريموت كنترول، والثاني بيقاوح ورافض اي حاجه. فالاولاني بيعبر عن الضعف بتاعه بالخضوع والاستسلام، والتاني بيعبر عن الضعف بتاعه بالعجز عن الاصغاء لاغراء الاخرين، وده بيبقى شخص شديد التعصب وهو شخص ليس صحي ايضا. فلا ده ولا ده صح، لكن اللي بيفكر بعقل ناقد وبمنطق هو ده الصح. عقدة النقص بقى اللي هو يعني دي صلب النظريه بتاعته، بيقول انه كل الاطفال عانوا اعاقات واختلافات عن الاخرين، وانه كل طفل بيشعر ان قدراته اقل من الاخرين فيبتدي يحس ان هو ايه؟ عنده النقص. لان هو يعني الطفل اللي عمره سنتين ومش قادر يجري ولا قادر يطلع على سلم ولا ده بيحس ان عنده ايه؟ نوع من العجز، فبيحس انه عنده نقص، فبيبتدي من اللحظه دي يفكر في انه يكمل هذا الايه؟ هذا النقص. وما بيقدرش يشترك طفل سنه سنتين، ما يقدرش يشترك في العاب الكبار اللي بيلعبوها، فبيحس بقى انه مهمل ويبقى عنده موقف كده توقع قلق، ويبقى شايف ان هو اقل من الاخرين. يعني هنا هو بيقول ان عقدة النقص ما هياش بس عند الاطفال اللي بيجي لهم مرض في طفولتهم، ولا اللي عندهم اعاقة جسمانية في طفولتهم، ولا اللي عندهم اي اعاقة ذهنية في طفولتهم، لا، ده بيقول ان كل الاطفال
بيعانوا من ده، لانه الطبيعي ان الطفل في سن سنتين يبقى عاجز عن انه يلعب العاب الكبار ويعمل الحاجات اللي بيعملوها الكبار، فيبتدي يحس بالنقص، وهذا الاحساس بالنقص هو اللي بيدفعه لانه ينمي قدراته بعد كده، فيبتدي يقلد الاخرين في الكلام، يبتدي يقلدهم في المشي والجري، يبتدي يقلدهم في كل حاجه عشان يبتدي ايه يبقى عنده قدره زيهم وينمي قدراته على التكيف زيهم. وطبعا كل ما بينمي قدراته على التكيف في البيئه كل ده ما بيديله احساس بالامان اكثر ويقلل احساسه بالايه بالدولاب. طبعا عقده النقص دي بقى هي اللي بتحدد الهدف من الوجود وبتخليه يفكر، وهو قد احنا شفنا وقلت لكم في الاول انه ادلر نفسه عقدة النقص اللي عنده حددت له الهدف من الوجود بتاعه انه يبقى طبيب عشان يقضي على الامراض. فعشان كده العقدة في الطفولة بتحدد الهدف فعلا وبتخليه يختار الطريق اللي يقدر يمشي فيه. لكن بيقول القدرة على التعلم بقى ممكن انها تتدمر بحاجة من اثنين. ايه الحاجتين اللي ممكن يدمروها؟ اللي يبقى فيه مشاعر دونية مبالغ فيها جدا ومحدش يساعده انه يتغلب على مشاعر الدونية دي ويشجعه من الاسرة، ففي الحالة دي هتبقى مشاعر دونية مدمرة ومش هيحقق حاجة. وتاني حاجة انه الهدف وجود هدف، هذا الهدف لا يتطلب الامان والمساواة الاجتماعية بل يتطلب الحصول على القوة والسيطرة على البيئة المحيطة، وانه محتاج عشان يسيطر على البيئة محتاج صراع مرير وهدف انه يسيطر على كل زمايله في المدرسة وعلى اخواته في البيت و و و فهو حاطط هدف عالي قوي. عشان كده لا العالي قوي هيحقق ولا اليائس خالص هيحقق. وطبعا اكثر الاخطاء اللي الطفل يعني لما نحاول دايما نشعر الطفل بعجزه ده خطا شديد جدا، وهذا خطا بيرتكبه الاخوات الكبار بالذات. يعني لما يبقى ولد في ثالثه ابتدائي ولا رابعه ابتدائي وتولد له اخ اصغر منه، واقول اصغر منه ده بقى سنه سنتين ولا ثلاثه كده وهو بيغير منه، فيبتدي دايما ايه عن عمد يشعره بايه بعجزه وان هو اقل منه وان انا احسن منك واقدر اعمل واقدر اعمل واقدر اعمل. وطبعا لو الاسره فعلا مشيت في هذا الخط هي كمان ورته انه ايدت الكبير وسابته يعمل هذه اللعبه، فطبعا ده هيسيء الى الطفل جدا. لكن احيانا بعض الاسر تعامل الطفل على انه جوهره كده ثمينه جدا ويخافوا عليها زياده عن اللزوم ويحافظوا عليها قوي ويبقوا قلقانين عليه قوي، اللي هو اللي احنا بنقول عليه اوفر بروتكشن يا جماعه. والاوفر بروتكشن ده بيخلي الطفل يعجز عن انه يكون مهارات. يجي يطلع السلم لا يا حبيبي ما تطلعش انا هشيلك وتطلعه السلم. يجي يلبس هدومه فيتكعبل فيها لا معلش يا حبيبي انا هلبسك هدومك خليك انت انا هلبسك هدومك. ده هيطلع لنا الطفل عنده قدرات ولا هيطلع طفل عاجز؟ بالتاكيد هيطلع طفل عاجز. عشان كده دي اهميه ان احنا نخلي الطفل يعمل حاجاته بنفسه ويتحمل مسؤوليه. عشان كده اذا التعامل مع الطفل لازم يبقى فيه وعي، يبقى الاب والام عارفين بيعملوا ايه، وانه الطفل ده مهم ان يبقى له حقوق، ومش المهم بس انه يبقى مؤدب وهادي، لا ده هو له حقوق وان احنا بنربيه عشان يتكيف في البيئه، فلا بد ان يكتسب المهارات اللي تخليه يتكيف في البيئه من خلال التنشئه بتاعتنا، وما نخليهوش يخاف بل بالعكس نشجعه انه ياخد دور وانه يعمل حاجه، لانه ده اللي هينمي الثقه بنفسه وهيخليه يبقى ايجابي. وبيقول انه من أسوأ الحاجات ان احنا نسخف اقوال الاطفال. يعني بيقول حتى ان ده يعتبر في مصاف الجرائم الكبرى ان احنا نسخف الاقوال او الكلام اللي يقوله الطفل. ايا كان هذا الطفل سنتين ثلاثه اربعه خمسه عشره
ونسخف كلامه، ده بيترك اثر سيء جدا لا يمحى من نفسيه الطفل. وبيقول ان ده لما يكبر الطفل ده هيبقى عاجز عن التعبير خوفا من ان يظهر كاحمق مره اخرى. يعني هو كان احمق وهو صغير وبيسخروا من كلامه وبيستخفوا بكلامه وبيتريقوا عليه، وهو ده يا جماعه اللي بيعملوه المتنمرين من الزملاء في المدرسه، انه يحاول طفل يبين او يتكلم عن نفسه فيبتدوا يتنمروا عليه ويسخروا منه و و والكلام ده كله. فالتنمر بره البيت في المدرسه والتنمر داخل البيت وتسخيف اقوال الطفل والتنمر عليه، ده بيخلي الطفل يبان كاحمق، وبعدين لما يكبر ويجي يمارس دور ويترقى في شغل ويبقى مدير يتهيأ له انه لو عمل اجتماع وهيدي تعليمات للموظفين اللي تحت منه انه هيتقال عليه انه احمق برضه وما يقدرش يعمل الاجتماع وما يقدرش يقود المجموعه اللي المفروض اللي يقود. فعشان كده مهم قوي ان يبقى نقدر قول الطفل مهما كان بسيط ونساعده انه يفكر ونساعده انه يبقى ايجابي، ولكن من غير ما ننتقده او نهاجمه او نركز على العيوب اللي فيه. يعني مثلا لو ركزنا على طفل بيتلعثم في الكلام وبدانا نقلده كنوع من المداعبه ونعمل زيه ونسخر منه، هيستمر على طول العيب ده في الكلام. لكن علينا ان احنا نشوف الطريقه اللي تخليه ينطق الحروف صح عشان نساعده انه ياخدها، انه يتخذ هذه الطريقه بحيث انه يعرف يتكلم بشكل صح. طبعا ساعات الاب والام يعملوا نكت كده، او بساط الاب يبقى ساخر فيعمل نكت ويعمل حاجات ايه كانها فيك كده، حاجات غير حقيقيه ويلعبها مع الطفل. فالطفل لما يتلعب معاه اللعب دي كتير ويروح المدرسه لاحظ ادلر من خلال المدرسه اللي هو كان عاملها لمتابعه الاطفال وملاحظه سلوكياتهم عشان يساعدهم على انهم يعدلوها، وفي نفس الوقت عشان يتعلم من الاطفال دول ويعمل ابحاث، لاحظ انه الطفل اللي قاعد يضحك طول الوقت في المدرسه لما ساله تحاور مع الاطفال دول كده بعمق وقعد يتكلم معاهم، لقاهم فاكرين ان المدرسه دي مجرد نكته ولعبه وانها ما تستحقش انه نتعامل معاها بجديه، وان هي ايه مجرد نكته كده وايه وهتنتهي. فعشان كده هم بيضحكوا طول الوقت في المدرسه كانها نكته وانها مش حاجه جديه هيتعلموا منها. طبعا عدم الثقه بالنفس ومشاعر الدونيه وعدم الكفاءه دول بيحددوا هدف الشخص في حياته، ولكن احنا كلنا محبين للظهور من يوم ما نتولد بنسبه الاهتمام، ولو ما اهتموش بينا بنعيط وبيبتدوا يقربوا مننا ويطبطبوا علينا ويهتموا بينا فنبتدي نهدى. فكانه احنا عندنا من واحنا صغيرين قوي ومن اول يوم اتولدنا فيه احتياج للاهتمام بينا، وانه الهدف هو اللي بيعطي قيمه للخبرات اللي احنا بنمر بيها. يعني طالما الشخص عنده هدف عشان يحققه نتيجه شعوره بالنقص كطفل او كشخص عنده نوع من العجز او شخص تعرض لاصابه جسديه او غيره، فده يعمل تنظيم للمشاعر بتاعته وبيشكل الخيالات بتاعته وبيعمل على توجيه القوة الخلاقة فيه. وزي ما قلت لكم عالم الفيزياء القوة الخلاقة فيه اشتغلت من بدري لأنه مشلول بالأربعة من بدري، فبدأ مخه يشتغل وبدأ يستثمر مخه، وده بيحدد اللي الشخص بيفتكره ايه واللي ينساه ايه. يعني الهدف اللي هو اللي بيعطي قيمه للخبرات اللي احنا بنمر بيها، عشان هو بيربط وبينظم المشاعر بتاعتنا وبيشكل خيالاتنا، واللي من خلال خيالاتنا دي احنا بنصنع الهدف والقوة المخ الخلاقه اللي هتوصلنا لهذا الهدف، وبنحدد ايه اللي احنا نفتكره ايه اللي احنا ممكن ننساه. وطبعا
العناصر اللي بيتكون منها نشاطنا النفسي بيبقى في جزء من ان في هدف وفي نفس الوقت في دافع جوانا بيخلينا نسعى اتجاه هذا الهدف ونبقى مصرين على هذا الهدف ومتجهين له وبنعمل كل الحاجات اللي توصلنا الى هذا الهدف النهائي اللي هو هيحقق الشخص. وطبعا الشخص بيحدد اتجاهه للهدف طبقا لنقطه خياليه او هو الهدف خيالي في دماغه هو، وهو اللي مخلق الهدف وهو اللي مخلق انه هيوصل له من خلال نقط ازاي، والنقطه ديت او النقط ديت ما لهاش وجود في الواقع لكن لها وجود في خيال الايه الشخص. وده بتفكرنا الحقيقه بالخطوط الطول والعرض بتاعه الكره الارضيه. ما هي خطوط الطول والعرض بتاع الكره الارضيه ما هياش خطوط حقيقيه ولكن هي خطوط متخيله. وعشان كده اللي هو برضو الشخص بيحدد اتجاهه طبقا لنقطه ثابته هو خلاها بطريقه صناعيه وملهاش وجود في الواقع، ولكن هي زي بالظبط حكايه تقسيم الخطوط الكره الارضيه الى خطوط طول وخطوط عرض. طبعا انت عارفين خطوط العرض اللي هي ايه؟ اللي هي خط الاستواء ومدار السرطان ومدار الجاذب. اما دي هي اللي بتحدد الايه؟ الزمن، وانه الزمن بيفترق في دوله عن دوله قد ايه طبقا لخطوط العرض بتاعت خطوط الطول. الغرض من الافتراض اللي هو بيفترضه ادلر ده بيقول انه ده هيوصلنا الى ان احنا يبقى عندنا مشاعر وعواطف، والمشاعر والعواطف دي هتبقى في اتجاه الهدف بتاعنا وفي نفس الوقت هتحفز من الدافع بتاعنا عشان نوصل له. ولكن بيقول ان ممكن احيانا بعض الناس يزيد حماسهم قوي نحو الهدف ويبقى عندهم شجاعه زايده قوي لدرجه ان الشجاعه المدعومه من قصارهم تبقى وقاحه، او الطاعه تبقى زياده قوي لدرجه انها ممكن تبقى جبن وخوف، وممكن الرقه تتحول الى محاولات ماكره للسيطره على الاخرين. فيبقى كده يعني ده ما بقاش شخص اجتماعي بقى، ده بقى بيسعى للتفوق، ولكن بيسعى للتفوق هل هيسعى له من خلال الشجاعه والوقاحه ولا من خلال الرقه اللي هتعمل محاولات ماكره للسيطره على الاخرين؟ طبعا عشان كده هيبتدي بقى عصر نطاق الطفل في المشاعر والتعبيرات عشان يصل الهدف النهائي في اخضاع البيئه بتاعته، وانه الشخص في سعيه اتجاه التعويض بيعمل حاجه اصلا الجسم بيعملها لما يواجه ضغوط. فالقلب عضله القلب مثلا لما تواجه ضغوط سائده عليها تبتدي عضله القلب تتضخم عشان تقدر تواجه المجهود اللي هي بتعمله. وعشان كده نقولوا قلب الرياضيين له ضربات قلب مختلفه وله حجم مختلف عن قلب الناس العاديين، لانه الرياضيين دول اتعودوا انهم يبذلوا مجهود جامد جدا في عضله القلب بدات تعمل تعويض بانها بتتضخم اكثر. عشان كده بيقول ان النفس برضه بتعمل كده عشان تواجه مشاعر النقص، بتعمل جهود عشان تتغلب على مشاعر النقص وتعمل تعويض، وده بيبقى عن طريق اكتساب قدرات تساعد الشخص على التكيف من خلال الذات الخلاقه زي ما كنا بنقول. في حالات متطرفه بقى بتسعى للسيطره، هذه الحالات المتطرفه اللي بتسعى للسيطره بتبقى حالات مرضيه، ودي بتبقى اشخاص عندهم مقومات العظمه، ومقومات العظمه اللي عندهم دي مواجهينها لاهدافهم النهائيه، وبيحاول دايما يامن وضعه من خلال جهود غير عاديه، ولكن في نفس الوقت بيستخدم ردود فعل عنيفه ومستعجل وبدون اعتبار للاخرين وكانه عايز يدوس على الاخرين. دول يا جماعه اللي بيتسلقوا على اكتاف الاخرين وما بيهمهمش الاخرين خالص، وبيشتغلوا بشكل اناني بحيث انهم يجوروا على حقوق الاخرين، ويبقى في اثنين ثلاثه قبليه عشان هيترقوا
وهم احق بالترقيه واخفاقهم كل واحد زومبا بطريقه معينه كده عشان يزيحهم من طريقه عشان هو يوصل لايه للمكان. فهو بيحارب العالم وبيعاديه وبيتحول ضده ولكن بشكل خبيث وبشكل اناني جدا وطموحاته ملهاش نهايه. وهو ده اللي احنا بنقول عليه يا جماعه السايكوبات. بس احنا السايكوبات دي تسميه سايكاتري، لكن هنا هو بيتكلم في التكيف وقدره الانسان وعلى التعويض وسعي الانسان للتفوق. ولكن اذا زادت رغبته في التعويض زياده عن اللزوم لدرجه انها غلبت انسانيته وغلبت مشاعره الاجتماعيه وخوفه على المجتمع اللي هو بيعيش فيه، هيبتدي يبقى اناني ويبتدي يدور على اي جانب ياخد منه اي حاجه. وده بقى هيشتغل باللي تغلبه العنب وهيتسلق على اكتاف الاخرين وهيسيء الى الاخرين ويسيء الى المجتمع بشكل عام. وده دايما بتبقى سماته المميزه انه مغرور بيتفاخر بنفسه، عنده رغبه في انه ينال من الجميع باي ثمن من الاثمان. وده ممكن يعمله بطريقه معذبه جدا وخبيثه جدا وماكره جدا بحيث ما يتشافش، ولكنه هو موقف غير مريح للمجتمع. وطبعا هو متعب للشخص اللي بيتبناه، لانه هذا الشخص هيبقى على اتصال بالجانب العدواني المظلم في حياته وهيتحرم من انه يستمتع بملذات الحياه، لانه ده شخص يسعى للوصول الى الحاجات دون النظر الى انه يعيش الحياه بنمط حياه يحقق له نوع من الايه من الاشباع. بيقول برضو ان احنا لما يبقى شخص عنده اعاقه جسديه او سمات شخصيه ما هياش عجبانه ما نهاجموش يا جماعه، لانه ده هو مش مسؤول عن العاهه بتاعته ولا مسؤول عن الاعاقه الجسديه اللي جات له، ولكن احنا اللي قصرنا كمجتمع. وانه عدم رعايتنا له كمجتمع هي اللي خلاته يصل الى هذه الاعاقه وهذا العجز وهذا البؤس الاجتماعي اللي هو عايش فيه. طبعا برجع بكم من ادلر الى ضفاف النيل الجميل كما تعودنا، والى قاهرتنا التي يشقها نهر النيل العظيم، والى اثارنا الجميله التي يعشقها العالم. واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.